وزارة الداخلية نشرت فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة رصدت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 20 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1977 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 235,160 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,334 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1,374.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 47 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 366.5 طن، وكذلك ضبط 4209 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن. كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2450 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 271 طن. كما تم ضبط 121 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 134 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303,646 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62,454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4261 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 210 سائقا منهم. كما تم المرور على 149 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 329 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 329 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 424 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 11,982 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,937 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2,328 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4,581 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4,894 مخالفة ملصقات وضبط 99 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 674 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع
85,126 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,923,994 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 241 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 78,441,238 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1669 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,816,500,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,377,570 جنيها.